ياتي ذلك بينما تواجه فرنسا ازمه كبيره في توفير الطاقه اللازمه للمنازل ووسائل النقل مع تفاقم ازمه الغاز الطبيعي من جهه واضرابات العمال في محطات الوقود من جهه اخرى. وللمزيد ينضم الينا مباشره من مارساي مراسل اكسترا نيوز خالد شقير اهلا بك خالد حدثنا عن اخر التطورات في مساله الاضرابات لديكم. تحياتي انجليكي ولكل الساده المشاهدين اعلن الامين العام لوكاله العمال السي جي تي فيليب مارتينيز عن استمرار العمال في الدخول في الإضرابات والتخوف وانضمام بعض من العمال الذين يعملون في الطاقة في محطات الطاقة النووية مما يمكن أن يدخل فرنسا في ظلام وهي تستعد ونحن نستعد لفصل الشتاء طبعا من المعروف أن كل محطة وقود من بين ثلاث محطات هي فقط التي تعمل وأنه هناك بعض من المحطات الخاصة بتخزين الوقود كانت قد أعلنت عن انتهاء الإضراب الذي أعلن عنه مثل مدينة فوس سورمير هنا في جنوب شرق فرنسا والعودة مرة أخرى إلى العمل ما زالت التكدس موجود في المحطات طبعاً إنجي وأيضاً ما زال هناك نوع من التخوف والقلق والتوتر في الشارع في هذه المرحله شكرا جزيلا لك زميل خالد شقير مراسل اكسترا نيوز حدثتنا من مارسي بفرنسا